اليوم رحلتنا رح تكون بالشرق الأوسط بين سوريا وفلسطين وتحديداً لبنان وعاصمتها بيروت باريس الشرق. لما تكون بلبنان وحابب تكون بمكان أثري اختار جبيل موقع التراث العالمي أو بعلبك أو بفسحة خضراء وبين الجبال فاختار جونيا عروس الشاطئ اللبناني. ومر بطريقك على مغارة جعيطة أشهر كهوف ومغارات لبنان والمحطة المهمة للسياح. بعد هالرحلة رح تكون جوعان ورح تحتار شو تختار من المطبخ اللبناني، بس أكيد رح تكون التبولة والكبانية والصفيحة البعلبكية من أول خياراتك. أنت وماشي بشوارع لبنان رح تسمع صوت فيروز وماجد الرومي، رح تسمع الرحابنة وكلمات جبران خليل جبران وخليل مطران، وأكيد رح يحكولك عن الإعلامي جورج قرداحي وعالم الفضاء والبروفيسور شارل العشي، والقائمة تطول. بلبنان رح تشوف مزيج اللغات بين العربي والفرنسي حتى بالتحية، لا ترفض عزيمة عشاء ويفضل تلبس شي مناسب تماما. خلي طريقة أكلك على الطريقة الأوروبية بالشوكة والسكين، لبسك بالقرى بالأقمشة الملونة والمطرزة رح يختلف عن بيروت وما حولها. الهدايا شي كتير مقدس والمناسبات إلها أجواءها المميزة، ومثل ما بينقال دائما لبنان الشعب المحب للحياة. لهون خلصت الرحلة، نلتقي برحلة جديدة.